لكن باذن الله يتعدل الى النهائي. اللهم لك الحمد، الى الان تعبنا ما راح عبث. مبروك 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 يا وحش. وإذا فاز الأهلي طيب يمكن يفوز. حبيبي والله شرف فيك يا حبيبي والله. أنت ليش هطول أبو فيان؟ أقول أنت ليش هطول؟ أنا وياك واحد يا حبيب قلبي والله. شرف فيك يا حبيبي. أهلا وسهلا الزعيم الهلالي، كيف حالك؟ ماجد. أيوة الوعد إن شاء الله النهائي. النهائي أخلط يا ماجد. كابوس ماجد في التيك توك حبيبي. الله حيا، شرفت يا حبيبي، الله يسعدك يا اخي. اقسم بالله الناس هذولي جدا 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 بشوشين والله العظيم. يا اخي كني اعرف من زمان يا اخي. جو يضمني ويسولي فضحك وعزمني على اشياء. الله يستر عليك. امزح امزح. الله يسعدكم يا عيال، ان شاء الله نفوز بس وتكمل يا رب. مع ان المستوى لك عليه بس خلينا نفوز الحين السوبر بعدين فكر كاس العالم يا رجال. بالله يا اخواني ما احتفلت زين كذا من الحماس. جاني شعور اللي ما ادري شلون اوصفه لكم، بس ما توقعت ولا 1% راح نتاهل. عرفتوا اللي خلاص تحطمت، لكن اللهم لك الحمد رغم المستوى سيء بس الحمد لله. ألف مبروك والله يا أخوان. المباراة أعصاب والله يا أعصاب، من الدقيقة واحدة للدقيقة 90 ما في مستوى أبدا. لكن شكرا شكرا يا رجال. هلا هلا ألبس النظارة. الله دنيا دوارة. ألبس النظارة دنيا دوارة. مبروك مبروك الدنيا مبروك. اهلا وسهلا. يلا حيا كيف حالك؟ طيب الف الف مبروك باذن الله الكاس نرجع بالك يا رب يا كريم. زطة الوعد النهائي ان شاء الله. نبي التعاون التعاون نبي سبت. متفائل متفائل. تدري من بيجينا؟ بيجينا التعاون. انا صفاوي. لا لا بالنصر. انا ابي النصر. هاتوا النصراوي هاتوا النصراوي هاتوا النصراوي. الا
ابي النصر انا والله فيه. هاتوا النصراوي، 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 ايوه هاتوا النصراوي، ايوه هاتوا النصراوي، هاتوا النصراوي، جمهور الاهلي نسيت اقول لكم هارد لك، قدمت مباراه كبيره دوارة. ما قصرتوا والبس نظاره، لا ما قصر والله العظيم، قدمت مباراه مره كبيره، لكن الهلال قوي يعني ما عندي كلمه اقولها لكم الا هارد لك ويعطيكم العافيه وشكرا على المشاركه. اقول اي خلوكم اقول الدنيا دواره والبس نظاره يا اخي، اجرك الاهلي لين اخر مباراه تزيد من الاشخاص تشجع لك وتطلع مستحيل تفوز عليه بطل يالو. الف 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 مبروك اول شيء. تدري اني احبك جدا يا عمري إيه؟ ما حبيت الا اللي يحبك. اول شيء انت هلالي، ثاني شيء شهراني الله عليك ابن عم، هذه ايه لانك ترفع ضغط ماجد. هذه النقطه، هذه النقطه، ابشر بي بكره خله بس يخسر والله لا متع. هو بكره هنا موجود هو، لكن بحضر بكره السمي. يلا حيا مرحبا مسهلا، والله اني سعدت بشوفتكم يا رجال قسما بالله، احنا جيناكم نبغاكم جنبنا بابها، نبغى الفره وين الحين؟ انا مبسوط ابغى فره، تعرفت حطين وحركات ذي، مو فره سياره فره رجليه، لا رجليه تعبنا يا عيال. اسمع انا صيحتي ارياش، ارياش وش ارياش يا عبد الله؟ ايفنت في كافيهات، ايوه في جلسات، في موسيقى، توكلنا على الله، دخل في اي والباقي بلعب السناب اقول لك. اللي توقف سيارتك ما تدري وين البوابة، ما تدري وين الدخول، لأنك أول مرة تجي ملعب جديد. بسطة سحب علينا راح منصة، حركاته ما يخليها، لعب عليك خليك توقف عند المنصة و... إيه وقفني عند المنصة وقال يلا الله يستر عليك، يقول لك اسمع وقف عند المنصة أكشف. إيه قال الله يستر عليك يا حب، شوي كذا دخل منصة والله سحب علينا، بس وش تسوي فيه ما يا. قاعدين نمشي قاعد والله قاعد اطلع جبل وانزل، اقسم بالله انها اول مره امشي مشي بطاطي تشد والله شوف هو زين له كارديو. ايه امشي امشي لابس شورت جنز رايح ملعب، ما ادري شوف جنزك صادق صادق ان شاء الله. هذا ايش جابه؟ وين ما تدخل؟ ايش جابك انت؟ باقي تطلع بغرفتي بس. انا حاليا اعلامي والله يا احلى من شفت والله حبيب قلبي. يلا يا حبيبي نشوفك على الف خير باذن الله بإذن الله بإذن الله، نرجع بس الكاست إن شاء الله. هلا وسهلا ومرحبا حبيبي، إيش أخبارك؟ طيب أحلى من شفت والله، توقعاتك؟ بإذن الله يا رب إن شاء الله وجهك وجه خير. توقعاتك؟ بإذن الله يا رب إن شاء الله وجهك وجه خير. هلا وسهلا.